يقول من صلى مرسلا يديه هل صلاته ناقصة؟ قبض اليدين على الصدر سنة من سنن الصلاة من المكملات، ومن تركه فإن صلاته صحيحة، وبحسب الخشوع فيها وحضور القلب، إنما تكمل الصلاة أو تنقص بحسب حضور القلب فيها والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى هذا العمل بالسنن كان زيادة خير. نعم.